الصغار هوا وكل الاسطوره وما قد ما وصلنا النتيجه. هلا صارت حركات شعبيه ناجحه جزئيا صح، بس الموضوع الاساسي هو موضوع وزاره البيئه. وهلا حديثا خسرنا موضوع التصنيف الكره لصالح الشركات بتواطؤ، ما رح اقول مثل ما تفضلت قلت انه تقصير المراقبه بتواطؤ من وزاره البيئه ومن التنظيم المدني بمشروع الدوله. نحن مع اتفاق بلديه الكره والرئيس كريم عم نحضر دعوه بهالاتجاه وعم نحضر تحرك انه المؤسسات المسؤوله ما عم تحط تحتلف انه في واقع مأساوي بالكوره وانه في ناس عم تموت من تلوث الكوره، والشركات هي الاولويه. شكرا. كان كلامي نفس كلامه، في تقصير مريع بوزارة البيئة بإدارة ملف المقالع والكسرات، وكنت واضح إنه هذا المجلس اللي لازم يرعى شأن إدارة هذا القطاع مقصر لأقصى الحدود والمشكل بعد ما بيتعالج إلا ما معالي الوزير البيئة السيد طارق الخطيب اللي هو بيهتم بهذا الموضوع إلى أقصى الحدود يضع له ضوابط بشكل صحيح. هلا في شغلة أساسية، لازم ننتبه لها، لها علاقة بمنطقة الكورة بس ما لها علاقة بتلوث الهواء بالتحديد، وفي ربط عموما بأذهاننا كلها دون استثناء بموضوع زيادة حوادث السرطان بمنطقة الكورة وتحديدا سرطان الرئة. نحن بمنطقة الكورة وجوارها كثير جزء من عائلاتنا وعائلاتنا وأفراد عائلاتنا اشتغلت بمعمل الإترنيت. معمل الإترنيت في مادة الأسبستوس، مادة الأسبستوس بالعربي يعني الحرير الصخري. مادة الأسبستوس معروفة بتعمل مرضين عند الإنسان، تعمل الأسبستوسز يعني موت الخلايا من جراء شعيرات الأسبستوس، وتعمل مرض ثاني اسمه الميزوثيليوما، سرطان الرئة ما بين الرئة والحوض تبع الرئة. هلا لما بتعرض لهذه المادة بسنة 70 تتراكم بجسمي وبصير معي السرطان بسنة 90، لما بتعرض لهذه المادة بسنة 1980 تتراكم بجسمي وبصير معي سرطان بال 2000، بتضل فترة زمنية طويلة ليتكون السرطان بالرواية تبعنا. المعمل سكر بالتسعينات، يعني في ناس تعرضت بسنة 1990، هدول الناس رح نشوف فيهم سرطان بال 2010. ببريطانيا اشتغلوا كتير بهالمادة لفترة طويلة من الزمن، بيتوقعوا ببريطانيا انه اعلى نسب الاصابات رح تكون بال 2025. فنحن مع العلم انه سكر معمل الانترنت بمنطقة شكف بس يعني طبيعيا هي الكورة، مع انه سكر المعمل بعد عم نشوف اصابات. الاصابات دغري عم نربطها بتلوث معامل الترابي. انا بجزم انه معامل الترابي عندها مشاكل عديدة صحية وغير صحية، بس ما تعملوا زعر بين الاهالي بموضوع السرطان ومعامل الترابي. معامل الترابي ما بتعمل سرطان بس تعمل امراض تانية. هلا في شغلة اساسية بموضوع السرطان هو انه نحن استعملنا مادة الحرير الصخري ببيوتنا، استعملناهم بمصطبات البيوت، استعملناهم بالكوروجيت شيت هدول السطوح المتموجة، استعملناهم ببويات الزهور وإلى ما هنالك. هيدول لما بتتفكر وبتحترق هالمواد هيدي بترجع بتفوت على بيوتنا، وبالتالي موضوع السرطان المتعلق بسرطان الرئة يلي عم نشوف يمكن نسبة أعلى بمنطقة الكورة بجزم إنه له علاقة بتعرض أهالي الكورة، لأنه في كثير منا خالاتنا وعماتنا وإخواتنا وأهلينا اشتغلوا بهذا المعمل وتركوا هذا المعمل، اعتبروا إنه أنا كنت سائق شحن أو سائق تراكتور عم بشتغل بهذا المعمل، سكرت تركت شغلي بمعمل إنترنت، رحت اشتغلت بمعمل ترابي وصار معي سرطان. عم بربط هذا السرطان بمعمل ترابي وهذا علميا مش صحيح ومش دقيق. هذا لا يعني انه ما في مشكل
بمعامل الترابي. برجع بأكد مصادر التلوث بمعامل الترابي إلى علاقة بالمقالع وإلى علاقة بالمواد اللي تتخزن بالهواء الطلق، وهالموضوعين مخالفين. الدوخين يلي بتطلع، الدوخين نسبتهم كتير كتير قليلة بالنسبة لحجم التلوث اللي بتألفه المقالع وبتألفه المواد المخزنة بالهواء الطلق، وخاصة إنه معامل الترابي هي تجي جنوبي غربي منطقة الكورة، والهواء في لبنان أكتريته بيجي جنوبي غربي، فلما يجي الهواء وبياخد كل هذه الغبار بيوصلها على مناطق بعيدة عنا، مشان هيك بيصير عنا موت بالنبات، لأنه غبرة المقالع بتنزل تختلط بالمياه، لما بتختلط بالمياه بتصير أسيد، والأسيد بيقتل الأوراق والأوراق. شكرا. أي شيء تفضلي. أنا عندي سؤالين للأستاذ باشا. خليك على سطح حساب. فأول سؤال سريعا، المقالع مرخصة أو لا؟ المقالع مثل حزير وكفرية وزنبلون وغيره. الجزء الصغير، جزء صغير من المقالع ترخص على فترة سنتين، وهيدا الترخيص مش كافي لضبط المراقبة، وهيدا الترخيص أخذوه مؤخرا معامل الترابي، يعني من حوالي سنة سنة ونص، مع العلم انه صاروا عم يشتغلوا عشرات السنوات. إذا مرخصة رح ندفع عليهم دعوة، وإذا غير مرخصة الكرة الأمنية مدعوة إنها توقفها بأسرع وقت. هذا شيء طبيعي. سؤال الثاني بالنسبة للتلوث، حضرتك عم تدافع عن مصانع الترابي؟ لا، ما عم دافع عن معامل مصانع الترابي، عم وضح علميا. صار حرق لأدمية فاسدة ولحوم فاسدة ومواد مختلفة وسامة بقلب مداخن وأفران شركات الترابي، وهيدي الكيميكالز بتكونوا هالقد معقدين طبعا، وبدهم يحترقوا على 1600 درجة رح يعملوا كانسر بالكورة. تماما. طيب هيدا أول شيء، هل تم تطبيق بيئي بما أنك حضرتك عم تجزم إنه معامل الترابي هي ما بتعمل كانسر للكورة؟ هل صار تطبيق بيئي؟ هل وصلكم وهل نشر؟ صديقي العزيزي، اولا شكرا، ما بدا تدقيق بيئي في معامل الترابي. تدقيق البيئي هو ملزم للشركات من 2004. ثانية واحدة لو سمحتي، تدقيق البيئي مش بحاجة له تنعرف اذا معامل الترابي بتعمل سرطان. واحد بيرجع على الانترناشونال ليتر كل ما كتب. بليز سألتي سؤالي خليني اجيب. بيرجع الواحد على كل ما كتب بالعالم عن المواد المسرطنة، معروف انه المجتمعات اللي قاعدة بمحيط معامل الترابي بكل العالم لا تعاني من السرطان. لا بليز، شرحت لك ليش ممكن المحيط بمنطقة الكورة يعاني من السرطان، وترسباته هو بالتعرض اهالي المنطقة من خلال عملهم ومن خلال بيوتهم لمادة الحرير الصخري. هلا خليني بليز بس كفي جواب. سألتي يا عزيزي، سألتي خليني كفي جوابي، بعدين بسمعلي، برجع بسمعلي، إذا بيعطيك الكلام مسؤول الحوار برجع بسمعلي. معمل هولسين، معمل هولسين، نعم حرق أدوية لفترة قصيرة من الزمن ورجع توقف عن هذا الموضوع. هالحريق هيدا اللي صار بهالفترة الزمنية لا يرتبط بالسرطان. السرطان بده فترة طويلة جدا من التعرض ليحصل بجسم الإنسان. بليز لما يكون عندنا سرطان بالمجتمع بدنا نربطه بأحداث صارت من 10 سنوات و15 سنة تنبلش نفهم علاقة الموضوع. عفوا مرة شيء، وقت اللي صار في حريق الأدوية كان في موجود مندوب من وزارة البيئة، موجود مندوب عن المحافظة، مندوب عن وزارة الداخلية، وتم التجربة لثلاث أيام. صحيح، كلامك دقيق، كلامك دقيق. وهيدي غلطة، وهيدي غلطة أنا بعترف عملتها وزارة البيئة. لا عفوا معلش، غلطة أنا ما كنت موافق عليها. بس كان في مندوب موجود. حضرتك من أي مؤسسة؟ أنا بلدية كفرية الكورة. بلدية كفرية. ومن بعدها طلع قرار من وزارة البيئة بالسماح بحرق الأدوية بشركة هولسين، واعتبروا أن شركة هولسين هي عندها أحسن فيلتر موجود بلبنان بين شركات الإسمنت. أنا شخصيا اللي ما وافق على الحريق مش وزارة البيئة، شخصيا وعلميا لا وافق على موافقة وزارة البيئة لحرق الأدوية. ما
في مقالة مرخصة، ما في ترخيص مقلع بالكورة، في مرسوم الصدر 2006 ما حدد أي مقالة بالكورة. صديقي في ترخيص، في ترخيص أعطيك علامات دقيقة، في ترخيص صدر على المجلس الوطني للمقالع لفترة سنتين بمحل محدد بالمقلع الكبير، وبرجع بأكد غير كافي غير وافي وغير سليم. ما في ترخيص، بس في شغلتين كمان حضرتك الاستفاد وعندك فيرسيون على الانترنت والكورة طلب في نسبة من المثقفين وأنا طبيب. أنا مارس المهنة الكورة صار 48 سنة. يعني الكلام اللي قلته حضرتك منه دقيق بالنسبة للوضع الطبي. حضرتك طبيب، حضرتك طبيب على راسي وعيني، شو اختصاص الطب تبعك؟ ما عندي اختصاص أبدا. أنا اختصاصي طب البيئة. برافو عليك، برافو عليك. Environmental medicine. فإذا حضرتك حكيم جراح عيون ما تجدلني بالقلب، إذا أنا قلب ما تجدلني بالعيون. أنا لو سمحت كويس. مدام حضرتك. هي بتقدم لمنزل، هي بقولها للسكور، لكل شيء بتستعمله بالبناء هي بتقدم لمنزل. وتاني شيء بالنسبة للعمار كنت عم يحكي رحبتي بالسكور، إنه بيجي تعبرين ضخوا معي على البيوت، المي مبتزلة، كل المياه اللي عملوا على العبار ما عم توصل على البيوت مبتزلة. شكرا شكرا مدام، خلينا نروح للحلقة الثانية كما نسمع شغلة. أنا بس حابب أقول إنه بقدر أختم إنه صار في معلومات بدأت تكفي تنحط مثل إذا بدنا نقول استراتيجية إنمائية بيئية للكرة، وصار في معلومات كثير معنا دراسات بيئية.